في يوم السادس من أكتوبر الحالي، وقبل ساعات من بدء أهم مسابقة للاعبي كمال الأجسام في العالم مستر أولمبيا، عثر على جورج بيترسون أحد أساطير اللعبة ميتا داخل فندقه عن عمر ناهز 37 عاما. ضخامة عضلية استثنائية، كم هائل من التمارين القاسية والكثير من صيحات التحفيز. لكن لحظة، هل سمعت بوفاة بطل كمال الأجسام دالاس ماكارفر عن عمر 26 سنة عام 2017؟ أو دانيال ألكسندر الذي توفي عن عمر 31 سنة فقط قبل عامين؟ أو سكوت كلاين أو غيرهم؟ كل هؤلاء ماتوا في نقطة ما بين 30 أو 46، جميعهم متشابهون في التشخيص تقريبا. جاءت نتائج التشريح الدقيق لأجساد اللاعبين تؤكد أن سبب الوفاة مرتبط بالآثار القلبية لتعاطي المنشطات. للوهلة الأولى يبدو أن الأمر يعني مزيدا من العضلات والضخامة، ولكن بالانفتاح على الموضوع عن قرب يتبين أن الأمر عكس ما يشاع، إذ تكتشف أنك مخير بين عضلات ضخمة وبين توقف في نشاط الكبد والكليتين. هذا ما توصل إليه فريق دانييل غوارتني وزملاؤه في كلية بايلور للطب في مدينة هيوستن الأمريكية. عمل هذا الفريق على دراسة 1578 لاعبا في رياضة كمال الأجسام من المحترفين. وجدوا أن معدلات الوفيات في لاعبي كمال الأجسام أعلى بنسبة 34% من غيرهم، ورجحوا أن أدوية تحسين الأداء والتدريب التنافسي الثقيل قد أسهمت في زيادة هذا المعدل. صحيح أن هناك طرقا علمية يعتمدها المحترفون، لكن ذلك متعلق بشروط محددة، ويبدو الولوج إلى عالم كمال الأجسام أشبه بالولوج إلى مبنى محاط بكثير من الأسرار. فرياضة كمال الأجسام ليست مجرد أثقال تحملها أو تمارين تؤديها، بل هي ثقافة وسلوك. If you have the choice to be natural or do steroids, stay natural.